أكد خالد أيت طالب وزير الصحة ما ورد في بلاغ أمس بشأن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأشار في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم أن المريض مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 عاما، وصل المغرب قادما من مدينة بيرغامو الإيطالية. وأبرز وزير الصحة أن حامل الفيروس توجه إلى مستشفى مولى يوسف بالدار البيضاء بعدما أصيب بالإسهال وارتفاع درجة حرارة جسمه، وأنه لم يكن مصابا قبل ذلك، مشيرا إلى اكتشاف حمله الفيروس بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية. وأورد الوزير أن المسافرين الذين كانوا معه بلغ عددهم 104 بمن فيهم طاقم الطائرة، وأن السلطات حددت مواقعهم ومدن إقامتهم وتراقبهم بقياس درجات حرارتهم مرتين في اليوم. البارح المغرب كيسجل أول حالة ديال كورونا فيروس، واللي كانت تسجل في أثناء حنا كنا كنديروا ندوة صحفية، وكانوا الإجراءات باش كنترقبوا التحاليل المخبريه باش نعرفوا واش الحاله كتستجب للشروط ديال كورونا فيروس. فبالتالي لما سالينا الندوه الصحفيه واحد الساعه من بعد تعلن على انه حاله فيها جميع الشروط ديال كورونا فيروس، والتحاليل المخبريه كتاكد ان المصاب عنده كورونا فيروس. هو في عزله في المستشفى في احدى المستشفيات بالدار البيضاء، واللي الحاله ديالو كنطمئنوا من هنايا كنطمئنوا الراي العام ان الحاله ديالو مستقره، فبالتالي ان شاء الله غيتمثل بالشفاء. ولكن المجهود اليوم اللي خصنا نديرو واللي من خلاله كنبغيو نطمئنوا الراي العام ان هي كتبقى كجميع الحالات كانت مشتبهه ومن بعد ولات موثوقه، فبالتالي هو كيمتثل الاعتزال المده ديال التطور ديال الفيروس اللي هي 14 يوم، واللي غادي خلالها غادي يتقاموا بعض التحاليل المخبريه، وفي اخر مطاف قبل ما يخرج من المستشفى غادي نديروا ليه واحد التحليله اخرى اللي غادي تثبت لنا العلاج ديالو والتخلي ديالو من الاعراض ديال الفيروس.